نبدأ بالشأن المغربي، حيث أبرزت وزارة الخارجية الأمريكية القيادة المقدامة للملك محمد السادس التي مكنت المغرب من أن يصبح رائدا عالميا في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة وأن يحقق أهدافه في إطار اتفاق باريس للمناخ. وأوضح مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية في تغريدة على تويتر أن المغرب تحت القيادة المقدامة للملك محمد السادس أصبح رائدا عالميا في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة وفي تحقيق أهدافه في إطار اتفاق باريس.